بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم. معاكم مستر احمد الباشا، وان شاء الله نكمل مع بعض شرح منهج الساينس لبرايمري 6. كنا بدأنا مع بعض في الفيديو اللي فات واتكلمنا على ان يونت 1 بتتكون من اونلي 1 ليسن. اليونت 1 فيها درس واحد، والدرس ده اسمه ماس اند ويت. وكنا بدأنا مع بعض في معنى ماس، وقلنا ان ماس دي معناها it is the amount of matter in an object. دي ال amount of matter، كمية الماتر اللي موجودة في object معين. وشرحنا properties of mass، وقلنا ان properties of mass يعني باختصار ان the mass of object increase when the amount of matter increase. يعني الماس تزيد كل ما ال amount of matter تزيد. انت لو معاك حاجة والحاجة دي الـ amount of matter الكمية اللي جواها زادت فالماس بيزيد. و number 2 قلنا إن all matters has mass، كل الماتر لها ماس. واتكلمنا بعد كده على إن the mass of any matter is a fixed value، وقلنا إن fixed value معناها قيمة ثابتة مش قيمة متغيرة. يعني إيه قيمة ثابتة؟ قيمة ثابتة يعني لو رحت أي مكان هلاقي إن الماس هي هي. والنهاردة هنبتدي نتكلم مع بعض في measuring units of mass أو measurement units of mass. يعني إيه measurement units of mass؟ يعني الوحدات اللي أنت بتعبر بيها عن الماس. يعني مثلا أنا رايح أشتري gold ring، فهروح الجولد رينج ده هقول اللي انا بشتري منه، هل هقول له انا عاوز 2 متر جولد، مترين جولد؟ في حاجه اسمها المتر ده للينث، للايه؟ للطول. ما ينفعش تستخدم اليونت بتاعه الطول في الماس. لا، انت هتقول له حاجه من ثلاثه، هتقول له انا عاوز 10 جرام، او هتقول له عاوز 10 كيلو جرام، او هتقول له عاوز 10 تون جرام. يعني هتقول له انا عاوز 10 جرام من الجولد، او 10 كيلو جرام من الجولد، او 10 تونز من الجولد. هل منطقي ان في شخص يروح يشتري 10 تونز اوف جولد، يشتري 10 طن جولد، او يروح يشتري 10 كيلو كيلو ذهب؟ انت شفت قبل كده حد مع 10 كيلو ذهب؟ 10 كيلو ذهب ده كتير جدا، لان الجولد اكسبنسيف، الجولد غالي 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 جدا. فبالتالي ما ينفعش ان انت تروح تشتري 10 كيلو، انت هتشتري ايه؟ 10 جرامز، هتشتري 10 جرام بس. وبالتالي اليونت المناسبه للجولري، للحاجات المجوهرات وكده، وللسمول ماسس، للحاجات الماس الصغيره، هي ايه؟ الجرام. يبقى الفكره كلها ان انا رايح اشتري حاجه، الحاجه دي ليها علاقه بالماس، فبستخدم اليونت المناسبة. وفي حالة الجولري، في حالة المجوهرات، أنا بستخدم الجرام. طيب إيه هو الجرام يا مستر؟ الجرام ده حاجة صغيرة جدا. لو أنت عاوز تعرف يعني الجرام ده حوالي قد إيه في الماس بتاعته، زي البيبر كليب اللي قدامنا ده، البيبر كليب اللي بتحطه في الورق ده، البيبر كليب ده وزنه جرام. لو أنت معاك واحد فده جرام، عشان تعرف بس الجرام ده قد إيه. ولو أنت عاوز 10 جرام هات 10 بيبر كليبس، وهكذا. يبقى the gram أو 1 gram is equal to the mass of 1 paper clip. وبتيجي في الامتحان دايما يقول لي 1 gram equal إيه؟ equal 1 paper clip، أو equal the mass of 1 paper clip، بتساوي الماس بتاعت 1 إيه؟ 1 paper clip. طيب number 2، it is used to measure mass of small masses. يعني بيستخدم لحساب ال small masses زي الجولري. يبقى أنا أول يونت عندي هي يونت الجرام، والجرام ده بيستخدم هو equal 1 أو mass of one paper clip. و الماس دي الجرام بيستخدم للسمول ايه؟ للسمول ماسس. طيب الكيلوجرام، الكيلوجرام هي يونت أكبر شوية. والكيلوجرام لو أنت عاوز تشوف ال 1 كيلوجرام إيكوال ايه؟ هو إيكوال to 1 liter of distilled water، يعني بيساوي إزازة مية نقية جدا، ماشي؟ المية المعدنية مثلا. فلو انت معاك ازازه اللي هي المتوسطه دي اللي هي 1 لتر، يعني ازازه لتر، ازازه 1 لتر،
فدي كده بتساوي 1 كيلو جرام. انت كده شايل 1 كيلو جرام في ايدك يعني عشان تتخيل هي قد ايه. ماشي. يبقى ال 1 كيلو جرام ايكوال ذا ماس اوف 1 لتر اوف ديستل ووتر. و ات از يوزد تو ميجر لارج ماسز زي الفروتس والفيجيتابلز. انت لما تروح تشتري بانانا مثلا فبتقول له انا عاوز 2 كيلوز اوف بانانا. انا بقول له انا عاوز 2 كيلو جرامز اوف بانانا. انا بقول له عاوز بالكيلو. مش هقول له روح مش هقول له مثلا انا عاوز 2 جرام بانانا. جرامين بانانا انت ايه هتاكل ايه هتاكل نمله مثلا؟ فمش هينفع. يبقى كل حاجه ليها اليونت بتاعها. مش معقول انا رايح اشتري مثلا لحمه فاقول له النبي اديني 2 جرام لحمه. عارف ال 2 جرام لحمه دول مكعب صغنن كده. لا انا بقول له 2 كيلو جرام. ماشي. يبقى الكيلو جرام هي يونت اكبر شويه. وال 1 كيلو جرام از ايكوال تو 1 لتر اوف ديستلد ووتر ويت از يوزد تو ميجر لارج ماس ساتش از فروتس اند فيجيتابلز. التون هي يونت اكبر شويه. It is used to measure very large masses such as metals. الميتلز الحديد والكلام ده بنستخدمه بالتون وللهيفي ماسس. يبقى ماس از ميجرد باي جرام اور كيلوجرام اور تون. بنختصر الجرام بحرف الجي بنختصر الكيلوجرام بحرف الكي جي او بي كي جي. ولمعلوماتك انت لو انت عاوز تعرف فالكيلوجرام ايكوال 1000 جرامز. دايما يا شباب من هنا ورايح بقى ان شاء الله عشان انتوا خلاص كلها سنة وهتكونوا في اعدادي لازم تفهموا ان كلمة كيلو كيلو لما انا اقول لك كلمة كيلو كيلو معناها 1000 يعني الكيلو 1000 يعني انا اقول لك مثلا كيلو 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 متر فهو 1000 متر كيلو جرام فهو 1000 جرام كيلو اي حاجة فهو 1000 اي حاجة. طيب وبالتالي وبالتالي والتون برضو نفس الكلام 1000 كيلو جرام. ماشي. طيب وبالتالي لو انا عاوز احول من جرام لكيلو جرام لتون لازم امشي مع الجراف ده. بمعنى انك انت هتبدأ من النص. لو انت معاك كيلو جرام وعاوز تحوله لجرام فالكيلو جرام ايكوال 1000 جرام فهتاخد ال 1 كيلو جرام ده تعمله تايمز 1000 باي 1 اي 1000. ولو انت معاك جرام عاوز تحول له كيلو جرام اعمله ديفايدد ايه 1000. طيب لو انا معايا كيلو جرام وعاوز او معايا طن وعاوز احوله لكيلو جرام بعمله تايم 1000 لان ال 1 طن ايكوال 1000 كيلو جرام. ولو انا معايا كيلو جرام بعمله ديفايد ايه 1000 عشان احوله لايه لطن. بمعنى تعال ناخد اكزامبل للكلام ده وده ما بيجيش في الامتحان على فكره بس هي معلومه عشان بس تكونوا فاهمينها لو جت في مساله او حاجه يعني تبقوا فاهمين ايه الموضوع. ال 5000 جرامز ال 5000 جرامز يعني 5000 جرام. احنا عارفين ان كل كيلو جرام ايكوال 1000 جرام. 1 كيلو جرام ايكوال 1000 جرامز. ال 1 كيلو ايكوال 1000 يبقى ال 5 كيلوز هيبقى ايكوال ايه. هنا بقى يبتدي ايه ان انت تحاول تفهم الموضوع ايه الموضوع اكتر عن طريق ان انا مثلا لحظه انا بقول لك ان ال 1 كيلو جرام ايكوال 1000 جرامز. الكي جي دي اللي انا عاملها الكي جي دي تعتبر ايه دي كيلو جرام والجي دي جرام خلاص. طيب معنى الكلام ده ايه؟ معنى الكلام ده ان كام جرام او كام كيلو جرام هيساوي 5000 جرام. فاهم الفكره؟ يبقى اكيد هنا هيبقى كام؟ اكيد هنا هيبقى 5 كيلو صح ولا لا؟ هيبقى 5 ايه 5 كيلو جرام. طب عملتها ازاي يا مستر؟ قمت انا قايل ان هرجع بقى تاني للايه للملزم ال 5 انا معايا هنا جرامز عاوز احولها لكيلو جرام. هو هنا بيقول لي ايه هتحولها ازاي لكيلو جرام؟ هحولها لكيلو جرام عن طريق ان انا اعمل ديفايد ايه ديفايد 1000 ديفايد 1000. طيب نفس الكلام في الاكزامبل الاخير 2000 جرامز هو عمل ديفايد 1000 وقام ايه محولها 2 كيلو جرام. ماشي. نفس الكلام هنا 2500 جرامز هتبقى ديفايد 1000 هتطلع ايه 2.5 ايه جرامز. وممكن تستخدم الكالكوليتر على فكره. طيب يبقى اقعد السله بقى في الاي في دي ولو في حاجه وقفت قدامك يبقى اكتب لي في الكومنتس او
المستر بتاع الماس ممكن يشرح لك دي 100 100، يعني دي سهله جدا، يعني مفيش فيها مشكله. التحويلات دي اصلا انت المفروض تكون عارفها في الماس. انا عاوز اقول لكم ان من هنا ورايح في الساينس انا لازم يكون انت شاطر في الماث، والماس مرتبط بقى بالساينس ماشي، والماس مرتبط خلاص بيه. يعني انت لما تيجي تحل في الساينس هتلاقي ان الماس لازم تكون فاهمه عشان في مسائل عندنا خلاص. فانا عاوزك دايما تكون مصحصح ودايما عارف ايه، عارف التحويلات دي بتتم ازاي والكلام من ده ماشي. طيب تعالوا نكمل مع بعض. يبقى احنا كده فهمنا الايه اليونتس خلاص. طيب تعالوا نكمل مع بعض الديفايسز اوف ماس. ديفايسز اوف ماس او هاو تو ميجر ماس براكتيكالي، ازاي ان انا اقدر احسب الماس في اللاب بقى. فاحنا عندنا ميجرنج ديفايسز اوف ماس، عندنا الايه الاجهزه اللي انا ممكن استخدمها تو ميجر ماس. وهنا هنبتدي نفكر مع بعض في التفكير الاول، وهو فكره ان انا بحسب ايه. هل انا بحسب سمول ماس ولا لارج ماس؟ ايا كان انت هتحسب سمول ماس ولا لارج ماس، فانت هتحسبه بحاجه اسمها سكيلز، ودي دايما بتيجي كومبليت. يقول لي ماس از ميجرد باي ديفرنت تايبس اوف سكيلز، ماس از ميجرد باي ديفرنت تايبس اوف سكيلز. طيب ايه هي السكيلز يا مستر؟ ايه هي التايبس اوف سكيلز؟ تايبس اوف سكيلز انواع الموازين، على فكره سكيل يعني ميزان، انواع الموازين. ممكن يكون الميزان ده تو ارم او يكون وان ارم. افهم معايا بقى الموضوع ده. الماس بتتحسب بحاجه اسمها سكيلز، والسكيلز انواع، نوع اسمه تو ارم سكيل ونوع اسمه وان ارم سكيل. تعال نتكلم على التو ارم سكيلز. تو ارم سكيلز يعني ليه دراعين، ليه كفتين. فاول نوع من انواع السكيلز اسمه بالانس سكيل. اسمه ايه؟ بالانس سكيل او تو بان بالانس. يبقى اول نوع انا ممكن استخدمه علشان احسب الماس ده اللي بيبقى في السوق بتاع الخضار. لو انت بتروح مثلا مع ماما او بتروحي مع ماما سوق الخضار، السوق العادي مش السوبر ماركت، فهتلاقي الراجل واقف يوزن الايه الطماطم والكلام ده على ميزان زي ده، بيحط الناحيه دي الستاندرد بتاعه، بيحط مثلا الكيلو او الاتنين كيلو او كلام من ده، وهنا بيحط الشنطه اللي انت ايه بتحسبيها، ويقول لك والله دول 2 كيلو دول مثلا 3 كيلو وهكذا. فانا عندي التو ارم سكيلز، اول نوع من التو ارم سكيلز البالانس سكيل، بالانس سكيل، وبالانس سكيل يوزد تو ميجر لارج ماسس، للايه لللارج ماسس. طيب تاني نوع السنسيتيف سكيل، اسمه سنسيتيف سكيل. سنسيتيف سكيل هو تو ارم برضو بس للحاجات الايه اللي فيري سمول ماسس. يبقى انا عندي التو ارم نوعين، كومن بالانس اللي هو البالانس سكيل يعني، او تو بان بالانس، ليه اسامي كتير بس اشهرها البالانس سكيل، والسنسيتيف سكيل. السنسيتيف سكيل ده بيكون الحساس، اسمه ميزان حساس، ده بيكون للجولري والحاجات اللي سمول ماسس وكده. طيب الوان ارم سكيل، الوان ارم سكيل اللي هو ليه دراع واحد او ليه كفه واحده، وده بيكون نوعين، نوع اسمه وان ارم ديجيتال سكيل اللي هو الميزان سوري ده اللي هو بيكون الوان ارم سكيل ده اللي هو بيكون ديجيتال، او النوع الديجيتال اللي هو العادي اللي احنا بنشوفه في السوبر ماركت اللي هو العادي اللي عليه ارقام، او الوان ارم سكيل ويز بوينتر. الوان ارم سكيل ويز بوينتر ده اللي هو بيبقى عند بتاع اللحمه، بتلاقيه كده دايما بتاع اللحمه بيستخدمه، بيحط عليه اللحمه ويقف كده عند مؤشر، فده اسمه وان ارم سكيل ويز بوينتر. يبقى تعالى نعيد تاني مع بعض الايه التايبس اوف سكيلز. احنا عندنا تايبس اوف سكيلز، التايبس اوف سكيلز اول نوع تو ارم سكيل و وان ارم سكيلز. التو ارم سكيلز ممكن يكون بالانس سكيل او سنسيتيف سكيل. يبقى بالانس سكيل او سنسيتيف سكيل، البالانس سكيل ده للارج ماسس، السنسيتيف سكيل للسمول ماسس، ده التو ارم سكيل. طب الوان ارم سكيل، وان ارم سكيل ويز بوينتر اللي هو على اليمين ده، وي وان ارم ديجيتال سكيل.
فهمنا كده انواع السكيلز عشان ممكن يجي في الامتحان يجيب لك مثلا صوره زي دي ويقول لك ده ايه، ده بالانس سكيل، او يجي يقول لك مثلا ذا تو ارم سكيلز ار، تقول له بالانس سكيل وسنس اوف سكيل. طب ذا وان ارم سكيلز ار، تقول له وان ارم سكيل ويز بوينتر وان ارم ديجيتال سكيل. فهمنا كده يا شباب؟ طيب تعال بقى نخش على معلومه مهمه. وكل الاجهزه اللي قدامك دي لو انت تاخد بالك لازم تتحط بشكل هوريزونتال. يعني ايه هوريزونتال؟ هوريزونتال يعني افقي، الخط ده كده انا رسمه هوريزونتال، عكس هوريزونتال فيرتيكال. فيرتيكال يعني عمودي زي الرسمه اللي انا رسمتها دي. ده كده فيرتيكال ماشي، وده كده هوريزونتال. خلاص طيب، يبقى البالانس سكيل should be horizontally on a stable table. يعني لازم احط الميزان بتاعي على حاجه هوريزونتال، حاجه افقيه، علشان ما يتهزش، علشان ما تبقى القرايه بتاعتي مظبوطه. انا عشان تبقى القرايه بتاعتي مظبوطه لازم يكون الميزان على على هوريزونتال تيبل. ماشي يا شباب؟ طيب دي مجموعه من الاسئله على الماس، تعالوا نحاول نفكر فيها. بس قبل ما نفكر فيها انا هراجع تاني اللي انا قلته في الماس. انا قلت ان الماس is amount of matter in an object، وقلت ان الماس ليها 3 properties. ليها اول property ان mass increase by increasing amount of matter، ان all matter has mass، وان the mass has fixed value. وبعد كده اتكلمت على measuring unit of of mass او measurement unit of mass، وقلت ان انا عندي جرام وكيلو جرام وطن. الجرام لو جينا اتكلمنا عنه، فال1 جرام ايكوال 1 جرام از ايكوال تو ماس اوف 1 بيبر كلب. ونمبر 2 ات از يوزد تو ميجر سمول ماسز از جولري. اما الكيلو جرام، الكيلو جرام ده يعتبر للارج ماسز سوري، وال1 كيلو جرام ايكوال تو ماس اوف 1 لتر اوف ديستيلد ووتر، ودايما بنستخدمه للفروتس والفيجيتابلز. الطن ده از يوزد تو ميجر فيري لارج ماسز. وبعدين ده دي اليونتس. طب احنا هنستخدم ايه بقى علشان نحسب الماس؟ انا ايه التول اللي هستخدمها، ايه الاداه اللي هستخدمها؟ هنستخدم ادوات اسمها سكيلز. والسكيلز دي ممكن تكون نوعين، تايبس اوف سكيلز. تو ارم سكيلز دي اول نوع، وتاني نوع اسمه تو قلنا التو ارم سكيل والوان ارم سكيل. التو ارم سكيلز زي البالانس سكيل وزي السنسر سكيل. اما الوان ارم سكيل، وان ارم ديجيتال سكيل، وان ارم سكيل ويز بوينتر. خلاص ده كل اللي احنا قلناه في الماس، وكده نص الدرس او نص اليونت الاولانيه خلصت. الموضوع سهل جدا على فكره، يعني لو تاخد بالك انا بس بشرح بالتفصيل، انما الموضوع منتهى البساطه ومنتهى السهوله. ده كده الماس. الاكسرسايز بتاعكم في الدرس ده ان انت هتوقف الفيديو وتبتدي تحل لي من اول نمبر 1 لحد 5، وتكتب لي في الكومنتات تحت الفيديو تكتب لي الحل ده وصاحب الحل الصح، انا هختاره ان شاء الله في الفيديو اللي جاي واقول ان هو حل صح، ونشوف اجابته هتكون صح ولا لا. الفكره كلها ان انا عاوزكم تكتبوا لي الحلول دي، ابتدي بقى حل معايا واحده واحده في الكومنتس علشان تكون الصوره مظبوطه. تقدر توقف الفيديو وتشوف الايه الاسئله دي وتكتبها في الكومنتس. Mass of any object is a value. يا ترى fixed ولا variable؟ By change, or doesn't it change by changing e and a؟ لو رجعت للشرح هتعرف. The more matter of an object contains the greater a. يا ترى greater a mass ولا weight؟ The mass of body measured by a. هنا measured by دي أنا عايزك تقول لي unit. A amount of matter و A measuring unit of mass. وممكن هنا في الـ is measured by دي تقول لي الديفايس او اليونت، مفيش مشكله. وفي جيف ريزون تحت بيقول لي ذا بالانس سكيل شود بي هوريزونتالي اون ستيبل شيلف. اعتقد ان الاجابه واضحه جدا، مش محتاجين نفكر فيها. ده كده الجزء الاول يا شباب من الدرس اللي هو الماس. بدايه ان شاء الله من الفيديو الجاي هنبتدي رحلتنا بقى مع الويت. والويت من الحاجات المهمه جدا اللي محتاجين نتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. لينك الملزمه دي هتلاقوه تحت الفيديو، ولو انت مش عارف تحملها او في مشكله
تقدر تبعت لي على واتساب، على رقمي في واتساب، ده رقمي في واتساب، وهبعت لك كل الملازم وكل اللي انت محتاجه بالنسبة للملازم او الفيديوهات. بتمنى لكم كل التوفيق مرة تانية. كنت معاكم مستر احمد الباشا، باي باي.